مرحبا يا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تبساتي معي سلمى غزالي. سمية كيفك؟ كت شو الاخبار؟ كت شو حلقتنا لليوم؟ اليوم كيف رح نخلي الميك اب يداين بالشوب، يعني مقاوم للحراره، للتعرق والرطوبه، وهذا مشكله عن جد بتعاني منها كل صبيه بتعيش ببلد بيكون صيف وهيك كثير حر. اكيد بتهمنا نصائحك، فيلا خلينا نسمع منك. هلا بدنا نستعمل اول اشي كل البرودكت يكون فيها اويل فري، يعني خاليه من الزيوت. فلازم نشيك على الانجريدينتس تبع البرودكت، تبع البرودكتس كلياتها، يعني كل الميك اب. يس هلا الكريمات والهذا نكون ما فيها زيوت، يعني البرايمر، الكريم، المرطب، الفاونديشن، هدول الشغلات. ويفضل انه يكون فيها، يعني تكون ووتر بيست، يعني فاونديشنك مثلا يكون ووتر بيست، ما يكون مثلا اويل فيه وكثير خميل، انه ووتري. هلا دائما اللي بصير ضد المي اللي فيه مي، عرفتي؟ حلو بداين. حلو بدنا نشوف هدول اللي انه يكون ضد، لكن كل الاشياء اللي فيها شغلات يعني فيها مي كفاونديشن و من مكوناتها المي بتساعد انه نو الميك اب يداين، الميك اب يداين وما تتبيني هيك تلمعي وتتحرقي. هلا بالنسبه للكحله وهيك، يعني دائما بيشكوا بيقولوا لي بتسحل. صحيح مع الشوب وهيك. هلا انا شو بشوف اقول لهم انه اوكي حطي الكحله، ابعدي عن الووتر لاين، يعني ابعدي عن بالضبط خزقه الدمع. ابعدي عنها شوي، وتحت يعني تحتيها يعني جوات العين بنبعد عن ابعدي عنها شوي. بنفضل بالسيف نعمل تريسينج لبرا اكثر. بالضبط، او لا يعني لا لا تخليها كثير لزاويه العين، لزاويه العين. وبعدين دائما بقول لهم انه بفرشاي كثير كثير صغيره حطي شوي يعني باودر، وحطيها فوق الكحله. بالضبط بالضبط هيك تحتيها بالضبط عشان تمنعها تحميها او تمنعها من السيحان. خلينا الباودر كمان بيثبت زياده، يعني اللي مثلا وجهها دهني وهيك كثير مهم تحط باودر. وجهها ناشف قلنا ممنوع، الدهني عشان يثبت لازم تحط باودر، اي شيء باودر بيثبت. حلو اوكي. شو مثلا البرودكتس هاي اللي تنباع اللي فيها مي بتنرش تو ريفرش؟ ما قلت هاي انا كنت بفكر انه اذا رشيت المي رح البق وبالعكس فعلا انا جربت مره وكنت مستغربه انه ميك ابي بدل ما يدبق ويروح صار فيه هيك ريفرشمنت كثير كويسه وداين. شكرا كثير سمية، نصائحك جدا مميزه. انا بقولكم صبايا لاقونا بحلقه جديده من تبساتي، بس اكيد ما تنسوا تشاركونا ارائكم وتبعتونا هيك كمان تبساتكم على رقم الواتساب الظاهر على اسفل الشاشه. ما تنسوا الفيديوهات فيكم تشوفوها على تبساتي اب، بس لازم تقولوا هاي تبساتي. يلا تشاو تشاو سمية، تشاو تشاو صبايا، شكرا كثير.